قصص ماشا المرعبة. كيف حالكم؟ اذهبوا إلى أسرتكم وغطوا أنفسكم جيداً واستمعوا إلى قصتي. سأروي لكم اليوم قصة مرعبة جداً، لا أظنكم سمعتموها من قبل. إنها عن اليوم الذي نقل فيه صبي إلى مدرسة جديدة. أحب سيريوزا مدرسته، ولكنها أغلقت من أجل الصيانة، ولهذا نقل إلى مدرسة أخرى. وفي طريقه إلى تلك المدرسة الجديدة أخذ يفكر وهو يمشي، ترى ما شكل المدرسة الأخرى؟ لا شك أن كل شيء مختلف، وهذا مخيف. ثم تخيل سقفاً عفناً وأبواباً مهترئة وتابوتاً مهجوراً وراء أحد الجدران المهدمة وعظاماً منثورة وهيكلاً عظمياً يتسلل من نافذتها. ولكن ما الفائدة؟ قد تكون المدرسة مخيفة، ولكن الجهل أكثر تخويفاً، لأنها مدرسة مختلفة فمعلموها مختلفون أيضاً، هم ليسوا كبقية البشر، يحملون كتاباً في يد وفي اليد الأخرى حزاماً من جلد التمساح. إن نظرت إليه مرة واحدة فستبكي من شدة الخوف. وفي الصف طلاب غريبون يتعلمون أشياء مختلفة، لأن لديهم دروساً صعبة ومقززة لا تصدق، ويقدمون أيضاً أطباق طعام مقززة لا أعلم كيف يمكنني أن آكلها، وإن لم أتمكن من تسمية أجزاء اليرقانة أو معرفة عدد الشعيرات المقززة على جسدها فسأرسب. وإن رسب في الصف عندها سيحزن كثيراً، والرسوب في الصف هو أسوأ شيء قد يحدث. درس الرياضة في هذه المدرسة ليس كأي مدرسة، فهو قتال ومصارعة على الحلبة وملاكمة بلا قوانين، وسيضربني طلاب في الثانوية، وإن خسرت فسأكون محظوظاً إن بقيت حياً، وسيكون علي العمل في المدرسة طول النهار وطول الليل، سيكون علي طرد الجرذان منها لئلا تدخل مختبر العلوم وتلتهم الهيكل العظمي الذي في الخزانة. وإن بقيت حيا حتى الصباح فستأتي أمي لاصطحابي، ولكنها ستكون أما مختلفة وستكون مخيفة جدا، ستأخذني بيدها إلى المنزل الذي سيكون مختلفا أيضا. عندها أغمض سيريوزا عينيه من الرعب، ثم نظر حوله فرأى الطلاب حوله في الصف، وقالت المعلمة: أطفالي الأعزاء، هذا هو الطالب الجديد، وقد نقل إلى هذه المدرسة. فجأة صرخ جميع الطلاب وهربوا بعيداً عنه. دهش سيريوزا وقال: ما الذي أصابكم يا أولاد؟ أخرجت فتاة رأسها من تحت أحد المقاعد وسألت: هل عضتك مؤذية؟ لا. ثم قال: أنا لا أعض أحداً، هل أنا مجنون؟ أخبرنا، ما الوحش الذي تحمله في حقيبتك؟ لا أحمل سوى كتبي، ما من وحوش معي. ولكن ربما تحمل وباءً قاتلاً، وعندها ستنقله إلى طلاب صفنا كله. ولماذا تظنونني مريضاً أو عضاداً أو أحمل وحشاً؟ لأنك غريب عنا، يقولون أنك أتيت من مدرسة أخرى. انفجر سيريوزا من شدة الضحك، وأدرك في النهاية أن المدارس كلها متشابهة، لا تختلف إحداها عن الأخرى، ففي كل المدارس معلمون عاديون يدرسون أطفالاً عاديين. لم يكن ينبغي لي أن أخاف، ففي كل المدارس هياكل عظمية، إنها من أجل درس العلوم،
وسأروي لكم قريباً قصة عن تلك الهياكل. هل تعلمون ما أكثر الأشياء التي يخافها الأطفال؟ لا، لم أقصد الوحوش. كثير من الأطفال يخافون الوقوف أمام الضيوف، مثل هذه الطفلة. كان يا مكان، في ليلة باردة جلست فتاة في منزلها واسمها سونيا. كانت وحيدة في المنزل، إذ ذهب والداها إلى المسرح لحضور مسرحية. كان المنزل دافئاً، وكانت سونيا تتابع الرسوم المتحركة وهي تأكل الحلوى، وتذكرت: آه، سيبدأ الاحتفال بنجاحي قريباً، وسيأتي الضيوف محملين بالهدايا. علي أن ألقي قصائد أمام الضيوف. هذا شيء مخيف حقاً. إنه مخيف أكثر من الوقوف بجانب اللوح أمام الطلاب. وفجأة سمعت الفتاة صوت تشويش التلفاز، ثم قال المذيع: أيتها الفتاة، الضيوف قادمون، إنهم الآن في الشارع المؤدي إلى منزلكم. خافت سونيا كثيراً حتى كادت تغص بالحلوى، وتابع المذيع حديثه إليها: أيتها الفتاة، الضيوف الآن يصعدون الدرج إلى منزلكم. وفجأة سمعت ضجة على الدرج خارج المنزل، خطوات تقترب وأصوات ضحك، وتابع المذيع كلامه: احذري يا فتاة، وصلوا إلى غرفة المعيشة. وعندها توقف التلفاز. دخل ثلاثة ضيوف مقنعين إلى المنزل، ثم وضع أحدهم سونيا على الكرسي وصاروا يرقصون ويدورون حولها. كانوا يضحكون ويصرخون في وجهها ويقولون: أنت جميلة جداً، ألقي علينا قصيدة، غني لنا أغنية، كوني مطيعة يا فتاة. لكن لم تتذكر سونيا القصائد التي حفظتها من قبل. انقلبت معدتها وتعرق جبينها ورجفت ركبتاها. قالت في نفسها: إن أخفقت الآن فلن أحصل على أي هدية من الضيوف. وعندها صرخ الضيوف قائلين: نادوا موزع الهدايا. التفتت سونيا فرأت موزع الهدايا أمامها، ومن خوفها اهتز الكرسي من تحتها وأخذ يعلو ويطول. نظرت سونيا إلى الأسفل ورأت أن الأرض بعيدة جداً عنها، ورأت السقف يقترب منها أكثر فأكثر. تمسكت بالكرسي بقوة وكانت خائفة جداً. حاولت أن تهدئ من روعها وقالت في نفسها: أتمنى أن أخرج من هذا المأزق. قال الموزع: اسمعي يا سونيا، لن أعطيك هدية من غير قصيدة. في تلك اللحظة شعرت بأحد ما وهو يغز كتفها. كان أحد الضيوف وهو يتأرجح فوق المصباح. قال لها: دعيني أساعدك، إلقاء الشعر والقصائد أمر مخيف حقا. خافت سونيا وأرادت أن تصرخ، ولكنها تشجعت ووقفت لترد عليه: لا يخيفني إلقاء قصيدة، بل أخاف أن أخطئ فيها. إن لم أفلح فيما أفعله فسأخسر الهدايا. ليتني أتخلص من الخوف الذي يسيطر علي. وفي هذه الأثناء كان الموزع ينتظرها في الأسفل، ثم تمالكت شجاعتها ولم تعد تخاف شيئاً. ثم صرخ الضيوف: أحسنتي. صفقوا وصاروا يهزون الكرسي بقوة. لم تستطع سونيا أن تتمسك بالكرسي فأغلقت عينيها وهي تقع، وبعدها استيقظت. فتحت عينيها ورأت والداها يبتسمان، فهما من أيقظاها. سونيا، سيفوتك الاحتفال إن بقيت نائمة. استرقت سونيا النظر فرأت موزع الهدايا قد أتى، وضع كيسه على الأرض ووقف على الكرسي وألقى تحية، وإذ به يريد أن يلقي عليهم قصيدة. اسمعيني جيدا قبل أن تتكلمي، عليك أن تحفظي قصائدك وتتعلمي، فلا شيء يدعو إلى الخوف، وإن خفتي فإني لن أعطيك هدية، هل هذا مفهوم؟ عندها شعرت سونيا بالراحة وأبعدت موزع الهدايا عن الكرسي ووقفت عليه وألقت: قف عاليا ولا تبالي، لا تخف إن نسيت يا غالي، قل كلماتك بحب وعطاء وقلب
فيه صفاء لكل من يسمعك بإصغاء، فطيب الكلام ذو نقاء، وبعدها لم تعد تخاف من الوقوف أمام الضيوف وإلقاء القصائد. عجباً عجباً، وأين ذهبت الرسوم المتحركة؟ فلنبدأ التحقيق الآن. 1 2 3 4 رسوم متحركة، سأضغط على الميكروفون، سأقول ماشا والدب. الأمر بسيط جداً، والآن حاول